حياكم الله ببرنامج تعرفني. اليوم راح نقيس قوة علاقة شهاب وإلهام ونعرف إيش كثر يعرفون بعض. تعرفها عدل؟ تعرفينه عدل؟ شنو أول عمل حق إلهام؟ بأي مسلسل كان اسم إلهام بثينة؟ إنتاجك. كم كان عمر شهاب لما بلش مشواره الفني؟ كنا قال لي 18. شنو أكثر طبخة إلهام شاطرة فيها؟ شنو أكثر شيء شهاب يخاف منه؟ ما يخاف. شنو هذه؟ علامة تعجب. ما يخاف. شنو نقطة ضعف شهاب؟ أنا. شنو أكثر دولة تحبها إلهام؟ تركيا. وين؟ ديزني في كل دول العالم. شنو يفضل شهاب، الدول الباردة أو الحارة؟ باردة. منو يصرف أكثر من الثاني؟ شخصية شهاب open minded. شنو آخر شيء طلبته من بوتيكات؟ وايد أغراض. منو يستحي أكثر من الثاني؟ منو مهتم بالرياضة أكثر؟ شهاب يساعدك بأمور البيت؟ أنا كنت أحيانا. لا وايد. أنا بالنسبة لي وايد. إلهام شخصية منظمة ولا عشوائية؟ جداً. جداً منظمة.